السلام عليكم. هنتكلم عن بعض المعلومات العامة عن إدمودو. أول لما بنفتح إدمودو، الصفحة الرئيسية ده بيكون شكلها، ده من هنا بنقدر نوصل لفصولنا الدراسية وكمان من البانر الرئيسي اللي بيبقى موجود في أعلى الصفحة، بنقدر نوصل لفصولنا الدراسية من المكانين. ده المكان اللي بتظهر فيه مجموعاتنا، فمن هنا بنقدر نوصل للمجموعات بتاعتنا. عند الصورة بتاعتنا بنبتدي نحصل عند الضغط عليها على قائمة بنوصل منها للملف الشخصي، أو بنقوم بدعوة معلمين، أو بنوصل للاتصالات بتاعتنا الفرنس بتوعنا يعني، أو الناس اللي احنا متواصلين معاهم سواء المدرسين أو غيرهم. بنوصل للمجموعات الدراسية بتاعتنا، بنوصل للصفحات المختلفة اللي احنا مشتركين فيها، لحسابنا على مايكروسوفت أوفيس، أو بنوصل للإعدادات بتاعتنا أو لمركز المساعدة، أو بنعمل خروج. من هنا بنقدر نشارك أفكارنا مع المعلمين الآخرين بأن احنا بنعمل بوست. البوست ده ممكن نحدد فيه نوع المشاركة، يا إما مع أي معلم على إدمودو، أو بنختار المعلمين اللي موجودين في مدرستنا فقط، أو بنشارك المعلمين اللي احنا متصلين بيهم على البلاتفورم بتاع إدمودو بالكامل، أو أي معلم موجود معانا في المديرية بتاعتنا أو في المنطقة التعليمية بتاعتنا. كمان من هنا بنقدر إن احنا نرفق ملف أو صورة، أو كمان نغير في أنواع الفونت، نعمل فورمات للفونت اللي احنا كاتبين بيه. لو ضغطنا على الفصول الدراسية اللي موجودة في أعلى الصفحة، بيتعرض لنا مجموعة الفصول الدراسية بتاعتنا بالشكل ده. من هنا بنقدر نتابع الواجب اللي احنا مدينه لطلابنا، او الكويز اللي احنا مدينه لطلابنا، وقد ايه من الطلبة تم ارسال الواجب ليهم، وكم عدد الطلاب اللي ما شافتش الواجب، وكم عدد الطلاب اللي سلمت الواجب. ولو ضغطنا على عرض الواجب الدراسي بنقدر نعرض التفاصيل الكاملة للواجب الدراسي ده. لو روحنا لكلمة اكتشف اللي موجودة في أعلى الصفحة، هنقدر نوصل ونعمل زيارة لبنك المعرفة المصري. بتتفتح لنا الصفحة اللي قدامنا، ومن خلالها بنضغط على زيارة بنك المعلومات المصري، وبندخل على صفحة بنك المعرفة. لو ضغطنا على مكتبة في أعلى الصفحة، بتتفتح لنا المكتبة بتاعتنا اللي بنقدر من خلالها ان احنا نحط كل المصادر التعلم للطلاب بتاعتنا. كمان بنقدر ان احنا نوصل للوان درايف بتاعنا او لجوجل درايف لو احنا لما بنضغط على رسائل، بتتفتح لنا الصفحة اللي من خلالها بنقدر ان احنا نرسل اي رسالة خاصة لأي فرد احنا كونكتد معاه او متصلين بيه، سواء معلم او طالب من الطلبة اللي موجودين في فصولنا. وكمان نقدر نرفق ملف مع الرسالة بتاعتنا. شكرا جزيلا لحضراتكم.